حول هذه المستجدات المتعلقة بالجنائية الدولية وتداعيات هذا القرار، ينضم إلينا من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد. برأيك ما هي الأمور المترتبة على هكذا إجراء من المحكمة الجنائية الدولية، وما هي الخطوات التي سيتخذها هذا الإجراء مستقبلا؟ نعم، التحية والتقدير. كريم خان، من خلال مطالبة بأن تكون هناك يعني فكرة لمحاكمة أو طلب استدعاء لثلاث شخصيات فلسطينية وثلاث شخصيات إسرائيلية، ليس هو حكم ولكنه فكرة لمطالبة. قد تكون الفكرة جيدة وتنجح، ولكن نعود بعد ذلك إلى استعراض ما الذي يمكن أن تقدمه محكمة العدل الدولية، يعقبها بعد ذلك محكمة الجنايات الدولية. لو رجعنا يعني التاريخ الحديث، نجد أن هناك حكم صدر على الرئيس السوداني الأسبق ومع ذلك لم يحدث شيء، وحكم صدر مماثل على الرئيس بوتين وهو لازال في الحكم ولم يحدث شيء. ولكن نعود قليلا إلى وراء، أيام حرب البوسنة والهرسك، فقد صدر حكم وتم اعتقال الرئيس البوسني، وبالتالي حكم وحكم عليه بالسجن وتوفى في السجن. ولكن أعتقد الظروف الحالية الخاصة بمحكمة العدل الدولية والظروف الإقليمية والمحلية الدولية يمكن قد تكون ليست بنفس الظروف السابقة، ومن ثم لو حصل قرار اعتقال لهذه الشخصيات، هذه الشخصيات عندها يمكن حصانة وقد تستطيع أن تراوغ في السفر لبعض الدول وبعض الدول الأخرى، وإذا تحول الموضوع بعد ذلك إلى محكمة جنائية دولية. فأعتقد أنه هو موضوع طويل، لكن أعتقد من وجهة نظري لا يمكن أن يعول عليه أن يكون شيء واقع على الأرض، هي مجرد اقتراحات تقدم من خلال جهات دولية ومسؤولة عندها سلطة اتخاذ قرار، ولكن عندما ينفذ القرار على الأرض نجد أن الجهات التي يناط بها تنفيذ القرار تستطيع أن تنفذ من خلال تصرفات معينة. فليس بالدليل أو القاطع أن يكون هذا التصور هو شيء جاد مفيد على الأرض يخدم القضية حاليا أو مستقبلا. نعم، حتى نقف على الأمور بشكل أدق أستاذ أحمد، نحن أمام طلب فقط من المدعي العام لهيئة المحكمة بإصدار قرار، معنى ذلك أن ربما تنعقد هذه الهيئة ولا ترى أن يمكن إصدار هكذا قرار أو أنها تصدر، ففي الحالة ننتظر ما ستقول إليه الأمور، هذا أولا حتى نضع الأمور في نصابها. ثانيا على الجهة الأخرى، سابقت الكثير من الدول المؤيدة والداعمة لإسرائيل لرفض هكذا قرار، وربما الكونغرس سيجتمع لاتخاذ قرار بفرض عقوبات على أعضاء هذه المحكمة، لكن هناك تأثير سياسي على هكذا إجراء حتى وإن لم يكن يتخذ بعد من جانب المحكمة، هل سيؤثر على دعم هذه الدول لإسرائيل؟ ما هي التأثيرات على إسرائيل في حربها على غزة؟ هل ستستمر كما استمرت ورفضت الإجراءات التي طلبت بها محكمة العدل الدولية ولم تتخذ هذه التدابير على الأرض كما قالت؟ إسرائيل تراوغ وتتخذ من كل المواقف ما يمكن أن تراوغ من خلاله وتستفيد من خلاله على المدى الطويل. إسرائيل تطاولت على الأمم المتحدة وتبجحت وطلبت من الأمين العام أن يعتذر أو يقدم استقالة، لم يحدث في تاريخ الدبلوماسية العالمية مثل هذا التبجح. وأيضا حاليا إسرائيل بتتكلم على أن المحكمة ممكن إسرائيل أن تقول لا داعي لوجود هذه المحكمة أو تلغيها. التجبر اللي حصل في إسرائيل يبدو أنه ضوء أخطر من الإدارة الأمريكية، يمكن الضوء الأخضر أعطاها فرصة أنها تستطيع تستمر في حرب 8 شهور على قطاع غزة وتحدث ما أحدثته من خراب ودمار. والحقيقة
هذا إن كان حدث على مستوى قطاع غزة والضرر اللي حصل على القضية الفلسطينية، لكنه مستمر وسوف تنتظر القضية الفلسطينية. لكن العالم الحقيقة لن ولم يسمح ولن يسمح أبدا بأن يكون الدعم الأمريكي لإسرائيل هو فرصة للتطاول على العالم وعلى مجريات الأمور. فنحن الحقيقة أمام موقف صعب جدا، إما أن يجد العالم فرصة أن يحجم من هذا الدعم الغير مسبوق أمريكا لإسرائيل، والذي يعني الحقيقة يشكل خطر كبير جدا على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، إذا كانت الأمم المتحدة لأول مرة يصرخ ويصرح الأمين العام بأنه أمام وضع غير مسبوق، وأن على إدارة إسرائيل أن تسأل نفسها لماذا وما الذي دفع بحماس أن تقوم بما قامت به في 7 أكتوبر، لأن أنتوا خنقتوا هذا الشعب. ومن ثم كان في تصريح قوي وخطير من أمين عام الأمم المتحدة قوبل للأسف الشديد في داخل الوقت مجلس الأمن بمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة ووزير خارجيتها بتطاول سافر على الأمين العام. والحقيقة هذا التطاول كان يعني عبارة قيلة أن هناك يعني تفسير أو مفهوم جديد للدبلوماسية، وأنها فن السفالة الأنيقة. فإحنا أمام تحديات كبيرة جدا. أعتقد أن على اللونج ران أمريكا لازم أن تدرك أن أمامها تحدي كبير، إذا كانت أمريكا كانت تعتمد على أنها إسرائيل بتسمع كلامها وبتنفذ أوامرها في هذه الحرب اللي طالت 8 شهور. الحقيقة العالم كله مندهش كيف أن إسرائيل هي التي تحرك أمريكا، بل إن هناك بعض التطاول قيل من قبل بعض قارة إسرائيل أن إسرائيل ليست نجمة رقم 51 في العالم الأمريكي. فإحنا الحقيقة أمريكا لازم تعيد تفكيرها في أن مستقبلها السياسي وتقدير العالم لها ممكن يختل بسبب هذا الانحياز الغير مسبوق.